نعم، هذه الوقفة جاءت بشكل عفوي لعدد من الفلسطينيين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله رافعين الأعلام الفلسطينية، مستنكرين أيضا ما حصل من جريمة في مدينة نابلس أسفرت عن 6 شهداء. حركة فتح أعلنت وقالت بأن العدوان المستمر على نابلس يؤكد أن حكومة الاحتلال الماضية في تهزيم الأوضاع عبر الإرهاب الدموي حسب بيانها الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوان لامجي على الشعب، وطالبت أيضا بكسر حالة الصمت الدولي. إضافة إلى ذلك، الخارجية الفلسطينية أدانت ما حصل في مدينة نابلس وأكدت متابعتها مع كافة الجهات والمحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ودعت إلى وقف كل جميع الإجراءات وحادية الجانب غير القانونية بما فيها الاقتحامات الدموية وجرائم القتل خارج القانون، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وهو المدخل الوحيد لتحقيق الأمور. هذا ما قالته وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها. كذلك أيضا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين قال بأن العدوان على نابلس يؤكد أهمية مطلب الفلسطينيين بضرورة التحرك أو تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جرائم الاحتلال ووقف الإجراءات الإسرائيلية وحادية الجانب. وأيضا الرئاسة الفلسطينية كانت حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الأخير. إضافة إلى ذلك، يعني ما جرى فعليا دفع القوى الوطنية إلى إعلان حالة الإضراب والحداد العام في كافة محافظات الضفة الغربية على وجه التحديد في مدينة نابلس، طبعا بعدما يعني سجلت هذه الجريمة والتي أسفرت عن 6 شهداء. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لربما متوترة، خصوصا أيضا فيما يتعلق بالاتفاقية الأخيرة التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وتوصلت إليها مع الطرف الفلسطيني والإسرائيلي بضرورة وقف الاقتحامات وما إلى ذلك من نقاط عدة ذكرها الإعلام الإسرائيلي قبل يومين على وجه التحديد. ولكن يعني لربما هذا يؤكد أن كل ما ذكر سابقا قد لا يلجم وقد لا يمنع إسرائيل من تنفيذ المخططات الإسرائيلية فيما يتعلق بمدينتي نابلس وجنين على وجه التحديد، وكذلك الاقتحامات التي تستمر في المسجد الأقصى المبارك. شكرا لك من رام الله ضياء حشية مراسل الغد. إذن